السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين، جئتكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبة كول اوف دوتي وارزون. أول شيء سنفعله سندخل يا أصدقاء للترينين روم لكي نتدرب. أعطوني هذا السلاح، أعطوني كذلك الشاتجان. ما هذا الشيء؟ سبلاي بوكس. حسنا، ها أنا ذا لقد فتحتها. أوكي، ما هذه؟ الشاتجان. نعم، هاتي الشاتجان، ممكن أن تكون أفضل من تلك الشاتجان الأخرى. وهاتي التوريت شيلد، لست متأكد لماذا يصلح ذلك الكتاب. بعدما أخذ ذلك الكتاب رميت الأميونيشن بوكس. حسنا، لم نحتاج الآن للأميونيشن بوكس، هي لكي نذهب لهاتي الغرفة. أوكي، ها هي الكونتراكت في هاتي اللحظة، نأخذ الكونتراكت. وقفل علي ذلك الباب، لن أستطيع الاستمرار. نفتح الخريطة، وفي الخريطة ستظهر المنطقة الموجود فيها الكونتراكت. فهمت. أين هي التارجت التي يجب علي؟ من أين خرج هذا الموظف؟ لم أرى. واو، عنده المال. تلك الحقيبة فيها أموال طائلة، بالإضافة للدرع. الدرع لكي أرتدي يجب الضغط على أي، لكن عندي درع أصلا، درع ممتلئ. وما هذا؟ الأميونيشن. لا أستطيع حمل الأميونيشنز، ممكن أن عندي عدد كافي من الأميونيشنز، لهذا السبب لا يمكن أخذ تلك الأميونيشنز. وهنا، واو، شهد الأموال. أوكي، ضغطت على اي وحدث شيء ما. ستأتي الهليكوبتر الان وستأخذ ذلك المال. ممكن، نعم، ها سمعت صوتها، ها هي الهليكوبتر لقد جاءت، ستأخذ ذلك المال. يا سلام. المهم، لمن يتساءل على التدريب، لقد فعلت اصدقائي الترينين الاول لكن لم انهيه. ديبوزيت كاش، الان سنضغط على اي ديبوزيت كاش. قررت فقط الدخول لكي اعدل السنسيتيفيتي الخاصة بي واعدل تلك الاشياء الاخرى واتدرب على الازرار. فاكتشفت بان الزر الخاص باخذ الاسلحة الى اخره هو اف، وقمت بتغييره مكان زر اي. والمشكل بعد ذلك التغيير هو انني لم اعد استطيع التسديد بالميلي اتاك. لكي تفهموا عما اتحدث، ناتي الى هنا للسيتينغز الاوبشنز. شاهدوا يا اصدقائي، في الموفمنت بالضبط نضغط على ريزيت تاب. هو يوز موجودة في زر اف. شاهدوا يا اصدقائي في هذه اللحظة، اذا ضغطت على اي الشاتهم الميلي اتاك، واذا ضغطت على اف فانني ساستطيع حمل هذه الاشياء اذا اردت حملها تغيير الاسلحة. كلنا تعودنا اننا نضغط على زر اي لكي نقوم بحمل الاشياء. اعتقد انني اكتشفتها يا اصدقائي، ها هي الميلي فينيشين موف، رأيتم هي في اي، سنغيرها لاف. وسنأتي الآن للموفمنت وسنقوم بتغيير اليوز مكان اي. ممتاز، ها نحن دفعنا يا أصدقائي، الآن اف واي هي أخذ تلك الأشياء. ما هذا؟ لم أفعل أي شيء يا أصدقائي، ممكن أنني ضغطت على زر ما بالغلط. الآن الهليكوبتر ستأتي وستعيد لي المال. لست متأكد صراحة يا أصدقائي ما الذي حدث، هيا لكي نتابع. طلبوا مني فتح الكاش دروب، ها أنا ذا لقد فتحتها. ماذا يوجد هنا؟ واو، هناك عدد كثير جدا من الأموال بالإضافة لهذا السلاح. هل هذا السلاح أفضل من الشاتجان؟ أكيد سأغيره مكان الشاتجان. وما هذه الأمور؟ الأميونيشن. وعند الأميونيشن لا مشكل. وإذا ضغطتم على الليفت، فهمت، مثلا إذا كنت ألعب مع الشباب فإني سأضغط على الليفت ألت وسأقول لهم هناك شاتجان في ذلك المكان، اذهبوا وأخذوه. وما هذا الشيء الآن؟ الباي ستيشن. ماذا سنشتري بهذه الباي ستيشن؟ طلب مني شراء الكاش ديبوزيت بالون. الآن سيأتي ذلك البالون وسأضع فيه الأموال التي حصلت عليها. السؤال المطروح هو كيف سأستطيع تفعيل الآن ذلك البالون؟ أمباوند، مع الأسف لا يوجد زر. قمت ببعض من التغييرات في الأزرار وشاهدوا يا أصدقائي، سأستطيع وضع الآن هذا الشيء هنا مثلا. لكن بالنسبة لذلك البالون لا أستطيع نهائيا تعديله في الأزرار. أين هو ذلك الزر بالضبط؟ غير جميع هاته المينيشنز هنا يا أصدقائي وغيرت لها الأزرار، وبحثت طوالا على الزر الخاص بذلك البالون ولم أجده. أخيرا وجدت الزر بعد معاناة طويلة، وذلك الزر تخيلوا لا يوجد فيه أبدا مصطلح البالون. حسنا، إذا ضغطت هكذا ذلك فلاش بانج. نعم فلاش بانج، واو. وإذا ضغطت هكذا، هل هذا هو البالون؟ نعم هو البالون. أخيرا يا أصدقائي دخلت لي سيتينغز وأضف جميع الأمور التي في إمكاني إضافتها. المشكلة هو أن ذلك الفلاش بانك يجب علي تغيير الزر، لا يجب أن يكون في ذلك الزر. هنا سيعلموننا فقط طريقة وضع الأموال، يجب الضغط والاستمرار ضغطين. هذه اللعبة صراحة فيها العديد من التفاصيل، يجب التعود على هذه التفاصيل أثناء اللعب. هذا هو الكاش. حسنا، هيا يجب دائما فتح الخريطة لكي يفتح الباب. أخيرا فتح الباب. سلام. من أين خرج شأن؟ واو، كاد أن يدمرني. نرتدي درع على السريع.
مثل هذه الأشياء هي المهمة، هي طريقة ارتداء الدرع، تقريبا أخذ الأسلحة، الحصول على المال، طريقة عمل ديبوزيشن للمال. وبهذا سنكون قد استطعني أصدقائي التدرب على طريقة الاحتفاظ على المال. نضغط على continue في هذه اللحظات، لن أضغط على continue في training، بل سنعود أصدقائي وسنلعب إن شاء الله الباتل رويال. هل نلعب السولوز؟ باتل رويال سولوز؟ لا، لن ألعب السولوز، بل سأدخل للباتل رويال العادية، وسأدخل وسألعب مع شباب على ما أعتقد. لا أريد الدخول صراحة لوحدي، إذا دخلت لوحدي فإنني سأموت مع البداية، لست محترفا. وهنا شرحوا لي طريقة فتح الباتل باس إلى آخره، لا أريد فتح الباتل باس في هذه اللحظة. ستحصلون على شخصيات رائعة جدا صراحة، هذه الشخصيات الأولى فإنها دائما تكون نادرة، يعني إذا حصلتم على تلك الشخصيات فمن الصعب الحصول عليها مرة أخرى. هل نزلت وحدي؟ هنا هو فريقي، هذا لا يعقل يا أصدقائي. نعم، نحن أن نقوم بالتدريب فقط. وها نحن سننزل الآن للوبي، هناك شباب على الأقل سيلعبون معي. لن ألعب لوحدي، طريقة نزول خيالية، لعبة كول أوف ديوتي 100% يا أصدقائي. هل سنفوز؟ لا أعتقد أننا سنفوز. هذا المقطع سيكون يا أصدقائي هو المقطع الأول من لعبة كول أوف ديوتي وار زون. أين ننزل أنا والشباب؟ الله لا أعلم صراحة أين سننزل. سأنتظر الشباب، طلبوا منا النزول هناك. لا أعلم صراحة هل طلبوا منا النزول هناك أم لا. إن سننزل يا أصدقائي، لقد نزل أحد أصدقائنا، سألحق به. لا أريد الموت صراحة صديقي، أرجوك انتظرني. مشكل، سأنزل قبلهم. كيف هذا؟ لقد استعملت الباراشوت لكي أنتظر الشباب. الفريلوك جميل، ذلك الزر هو زر مهم. هذا الشخص لقد أخذ الهليكوبتر، سيضربني. أشاهدتموه؟ أخذ الهليكوبتر. مغفل، حسنا نقترب من الشباب. انا جاي اصدقائي، ارجوكم تدروني معكم يا سبليس النوف. افتح الباب، اقفل الباب، افتح هذا الباب. ما ذلك الشيء؟ لا اعلم. المهم الجرنيد، كيف استطيع استعمال الجرنيد؟ نفس ذلك الزر، علي تغيره بسرعه. وضعته في في، لقد جربتها. شاهدوا كيف استطاعت الجرنيد الوصول لذلك المكان. لا اعلم، وما هذا الشيء؟ الاسلحه يا حبيبي الفتاكه. نأخذ ذاك، نأخذ كذلك الغاز ماسك. أصدقائي أين أنتم؟ أرجوكم تعالوا. صديقي تيكو، أنا جاي عندك. هناك لود أوت. صديقنا الآخر لقد جاء. سأخذ هذا السلاح. كيف هذا؟ نعم لقد استطعت تغيير السلاح، هذا البيستل سأغيره مكان ذاك. يا سلام، هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ هيا لكي ننطلق. أنا في الخلف منكم لا تقلقوا، أتمنى فقط ألا يراني أي أحد. إذا ضغط على V، رميت السموك. جميل، الآن نستعمل الدرع. نحن الآن في بداية التعلم فقط. هناك طائرات جاية. كيف يمكنكم يا أصدقاء الضغط والانزلاق؟ أخبروني في الردود. هناك يا أصدقاء طريقة يفعلها الناس، يضغطون هكذا وينزلقون. سأكتشف هذه الأمور إن شاء الله وراء من الكاميرا. أنا جاي يا صديقي. قتله، أحسنت، ليتس جو. لن أكذب عليكم، أتوقع بأن أصدقائي هم كذلك نوبز، لأننا لم نتحرك من هذا المكان نهائيا. كان هناك عدو، هل قتل صديقي؟ هاو موت. أصابني، أرجوكم أنقذوني. قتلني، لقد رأيت صراحة، رأيت بأن هناك عدو مختبئ في ذلك. ومر صديقي من تلك المنطقة ولم يسدد عليه ذلك الشخص. والآن ما هذا الشيء؟ نعم، بعد موتكم ففي إمكانكم العراك واحد ضد واحد، والفائز سيعود للوبي. هو ذلك الشخص. أين هو هذا الشخص؟ لقد رأيته. كيف هذا؟ Your squad can buy you back. لودين، هل عدت؟ كنت أن أقتل ذلك الشخص وفي الأخير. كيف هذا؟ ليفت ألت، هاي ليفت ألت. هل سأنزل الآن؟ أعطى صديقنا الآخر المال، وهو سيشتريني الآن لكي أعود. شيء جميل صراحة، هاتي الميزة أعجبتني، رائعة. الآن سأنزل بالقرب من أصدقائي. صراحة أنا نوب، لا زلت بعد لا أعرف الأسلحة المميزة إلى آخره. جيد كابشرين، ممتاز. أنا إذا حصلت على ذلك السلاح. صديقنا لقد أصيب. إنه هو ذلك المغفل. هناك شخص سدد على صديقنا. إنه لقد رأيته. لا تقلق، ممتاز. Don't worry. سأتواغل. موت يا أيها المغفل. ممتاز، سقطت على الأرض.
أسقطني صديقه. جاء صديقه بسرعة كبيرة عنده. أشاهدتم؟ بسرعة كبيرة جاء عنده. كنت أريد إنهاءه. Your squad كان بيوبك. صديقي في إمكاني شرائي، لكن صديقي كذلك لقد أصيب. مسكين صديقي، لقد قتلوه. على الأقل أسقطت شخصا للأرض، بالرغم من أنني نوب. تخيلوا، أنا نوب أول مرة ألعب اللعبة، وأردت تسجيل هذا المقطع لكي تكتشفوا مستواي وأنا نوب. صديقي المسكين سيموت. مسكين، لقد أصابه. وها نحن لقد خسرنا. مركزنا 27، ولا تنسوا أن في هذه اللعبة يمكن ل150 شخص الدخول واللعب في هذه الخريطة الكبيرة جدا، وليس 100 شخص مثل لعبة فورتنايت. يعني ترتيبنا 27 هو ترتيب جيد. كيلز 2، كيف يعني كيلز 2؟ هل ميت مرتان أم قتلت شخصان؟ أتوقع بأن تلك الكيلز خاصة بالفريق ككل، يعني قتلنا شخصان فقط. وكان هذا هو المقطع الأول من لعبتكم، لعبة Call of Duty Warzone. أتمنى أن أعجبكم. ورأي الكاميرا سأتدرب قليلا لكي أرفع مستواي. وحتى هناك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة يا رفاق.